organized by the Muslim American Society in the Empire. So if anyone can participate, inshallah, that would be good. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us recognize the truth and help us follow it. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us recognize the falsehood and help us avoid it. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the best of our days the day that we shall meet Him. And the best of our deeds, the last ones that we do. إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِعَمْرٍ عَمِيمٍ بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَثَنَى بِمَلَائِكَةِ قُدُسِهِ فَقَالَ وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا حَكِيمًا أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم واعلم بفضلك كلمة الحق والدين اللهم من أراد المسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بهم شرا فضله أرض عزيز مقتدر اللهم يا موصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم وزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وزقنا اجتنابه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا اليوم أن نلقاك اللهم احفظ المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين وأصحابه